البلاد ديال الكسيبه من ما كانت الكسيبه نمشيو، ما عندناش البلاد تقول ديالي انا ما عنديش. المهم بلاد المخزن ماشي معاها فين ما والا، كنت خدام عند شي واحد راني خدام بلادو ولا بلاد المخزن، كنت خدام مع رزقي راني في بلادي، هادشي اللي هو كاين. من المرض نمشيو للطبيب فوتو، وعندنا الرميد فوتو بالرميد، ما يجيو عندنا من تكون شي حمله ولا شي حاجه، يجيونا الكسيبه ويجيو من يكون الدراري الصغار يجيونا الابرة، يديروا الابرة للدراري. حنا واش نوصلوا؟ ما عرفنا ما غادي نوصلوا، واش غنوصلوا؟ ما عندنا ما نوصلوا حنا، واش كلشي راه باين، الحوايج راه باينه. الكسيبه دوك راك تشوف هذه هي الكسيبه الجافه، راك ضارب العمر شويه، راه داير السوق ميت، اللي ما خدمش ما غاديش ياكل الخبز. غير الا كانش الدراري، انا ما عمري مرض الحمد لله، ما عمري مرض، ما عمري وصلت للطبيب كاع، ما عنديش حتى ورقه ديال الطبيب ما كايناش، وربي مسلكني. مولا الدار هي مريضه ولاني مرضها ما صابلاش الطبيب الدواء ديالها، صابوش ما فيها شي اعصاب ولا شي حاجه، كان تكون مزيانه كان وين تطيح كان وين تكون لاباس كان، المهم مريضه مسكينه ماشي. والدراري انا عندي بنت راه معمره راه في كرسيف، وعندي بنت هذه اللي ما مسكينه حتى هي ما عمرها وصلت للطبيب. الولد مشى مره للطبيب بو عرفه، جاب الله الشفاء من تما، ما مرضناش الله سبحانه وتعالى، كنا في الله والحمد لله. كنرحبوا بسيدنا الله ينصرو الله يحفظه، سيدنا هو اللي عطى هذه الادويه الاولى وهذه المبادره الاولى وهذا المتنقل اللي يخرجوا للباديه الحمد لله، كل شيء بخير وعلى خير. وكنشكروا لوزاره الداخليه اللي تصرى هذه المسائل، وزاره الصحه، والشعب كلها من القح برا والباديه من القحه، وكلها الدنيا فرحانه. الامراض الحمى والسخانه وهاد وكلها الامراض اللي تجي لهاد الباديه، الحمد لله الدوله قامت بها الحمد لله، ما خاصنا حتى شي خير الحمد لله. القافله موجوده، الطبه موجودين، عوان السلطه الحمد لله ماشيين معاهم موجودين، يديروا تلقيح للدراري الصغار، وكيديروا يقسموا البومادان تاع العينين، واللي فيه شي مرض كيعطوه الدواء ديالو الحمد لله. المركز الصحي تاع تندره دائما جو هنا الحمد لله. المركز تاع تندره هو كاين المراكز عندنا حتى في معتركه الحمد لله، الناس تاع معتركه حتى هما يدوروا تما في المركز ديالهم، وهنا تندره الحمد لله الحمد لله. ولكن هاد اللي يخرجوا برا، هاد الطبان تاع هاد الطبيب المتنقل هو اللي ينفع الناس بزاف في الباديه. اي كنهضروا على الوحده المتنقله داخل الدائره الصحيه تندره راه معتركه، كنديروا خرجات للدواور، خرجات للوكاليتي. بالنسبه للخرجات كنديروا اربعه الخرجات في السنه، اربعه الخرجات كنوفروا، كنمشي معنا طبيب، كيمشيو معنا مولدات وممرضين، ممرضين خاصين بالتلقيح، ومولدات خاصين بمراقبه الحمل والوضع، والطبيب كيدير الفحص ديال العام للساكنه. وهذه المنطقه هذه فيها البروده بزاف، كتكون شويه الكحه شويه السخانه، الامراض المزمنه، هذا اللي كاين في العالم القروي. وحنا كنا رهن الاشاره كل سنه كنخرجوا اربعه الخرجات لهذا الدواور هذا، وكيمشيو معنا اعوان السلطه، اطر صحيه، عدد الدواور المستهدفه بين الدائره الصحيه اللي تابعه ليا انايا في تندراره معتركه هي 37 دائره، 37 دائره و 37 دائره، وفيها تسعه ديال المشيخات، وكل المشيخات معاهم قديم معاهم الاخر. ومن كنخرجوا ببرنامج عمل، هذا البرنامج هذا كنعطوه للسلطه ونعطوه لوزاره الصحه، ونتم الخرجات ديالنا في احسن الظروف. على الاقل كل دوار كنديروا له اربع ايام خمس ايام.